وهنا عندما يقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، طيب قدوة متبعا، وقال أمة يعني أنه بمنزلة أمة أيضا، لأن تدخل هذه المعاني كلها في أمة. قالوا حتى لا يستوحش السالك إذا وجد قلة السالكين معه ورأى كثرة الهالكين، لا يهتم، لا يغرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين أبدا، بل اعرف الحق تعرف أهله وإن قلوا. وهذا هو الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالقلة ليست دليلا على البعد عن الحق. فلذلك المثال المنتشر عند الناس مع الخيل يا شقرة غير صحيح أبدا، أن مع الكثرة وخلاص وكذا أبدا، فالإنسان يتبع الحق أينما وجده التزمه، هذا هو الأصل. نعم.